من غير ما افكر اخد معايا باسم سمرة هيضحكهم فمش هنتخانق. يفضوا سمه في الحجر، مش عارف اعيش كبني ادم طبيعي. التعامل معاهم من بعيد لبعيد عامة، العقرب العرب اللي هو بيحب يفضي سمه كده قبل ما يروح، يعني كده كده النهارده هبقى مؤذي. العقرب لما بيلاقيش حد يقرصه بيفضوا سمه في الحجر، بيقعد يخبط ديله في الحجر عشان يخرج منه السم. العقرب بيبيض. لا دي صعبة شوية، بس أنا كده ممكن أفكر. أعتقد عنده اتنين الكبار اللي قدام دولت، وفي اتنين ورا تقريبا وسبورت، وفي حاجة تانية في النص بتسبورت الحركة. الكذب أو تغيير الكلام، أو إنه يقول عليا حاجة مش فيا وهو حد قريب مني وهو عارف إنها غلط. أنا بالنسبة لي ده عارف وقع من الشجرة، يعني هي شجرة الثقة اللي بيقولوا عليها. الانتقادات اللي فيها حاجة تفيدني بشكل عام كممثل أو كمغني أو كفنان بشكل عام، أو حتى كإبداء رأيي حتى في أي حاجة من اللي بتحصل سياسيا أو اجتماعيا، برد بشكل محترم زي الكومنت بالظبط. لو حد بيشتم أو حد بيعمل حاجة زي ما بردش عليه خالص من غير ما افكر، اخد معايا باسم سمرة كده وبتاع وننزل ونروح على نزل السمان نجيب شويه ناس وميكروباصين ونأدي هنأدي على الاخر. يعني ممكن اخد احمد السقا عشان جدع جدا مجدع يعني، وممكن اخد معايا شيكو هيضحكهم فمش هنتخانق. ممكن مثلا ان انا ما اتعلمتش مزيكا من وانا اصغر، لان انا اعتمدت على التالنت اكتر والحمد لله يعني، وكل طول الوقت ببقى عايز الم معلومات من اصحابي وبتاع والناس اللي عارفين اكتر مني، بس كان نفسي اقعد اتعلم بشكل اكاديمي عشان لما اجي اكسر القواعد اللي هتعلمها كلها بعرف انا بكسر القواعد عامله ازاي. ولا مره ما فيش عمل انا رفضت اشتغل فيه الا لما اما ما اكملش لا اما ما نجحش. لما اكون بسبب الشهره مش عارف اعيش كبني ادم طبيعي. أجمل حاجة في الشهرة لما بتكون عن طريقها تقدر تساعد ناس تانية، تقدر تستغل نفوذك كحد مشهور إنك تخرج حد من أزمة أو تساعده. والله بنحضر ألبوم وسط البلد، كنا بنحضره من رمضان، جهزنا فيه 4 أو 5 أغاني. دلوقتي هم واقفين احنا بننفذ يعني، خلصنا خلاص الديموهات وكده، خلاص بنبدا ننفذ التوزيعات اللي حصلت. بحضر اغاني ليا عشان انزل سنجل البوم ليا انا. عاملين اغنيه اسمها تروما، بتتكلم عن الترومز واسبابها ايه والبني ادم بيعاني منها ازاي.